يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني.